طيب يا صباح الورد، صباح منورينا. النور، طيب يا ويمكن حلو. هي مش الامهات بس والزوج صح لا والاسره لو كلها. صح ما تدخلش بقى كده في كل حاجه بقى. لا لا، انا كنت لسه هعلق واقول كده، لا هو مش للامهات بس، هو ده انا للكل بايدك يعني. لا كده يا دكتور، انا دلوقتي واخده جنب منه وهو في حته وانا في حته، طب احنا اربعه مع بعض انا خلاص. هو في الصبح كان ماشي. لا انا شايفه ان الكل، للام وللاب وللمقبلين على الجواز، للمخطوبين، يعني لكل، لان انا دايما بشوف ان التربيه هي مشتركه بين الاب والام. انا حاسه كمان هو للمدرسين، لاي حد بيتعامل مع الطفل. يعني احنا بنتكلم ان ازاي ثقافه نطلع مجتمعيه. طفل متوازن حقيقي. طيب عايزين نعرف حضراتكم ايه الست كتب اللي في كتاب واحد، وهل كل واحده منكم كانت مسؤوله عن جزء ولا تشاركتم في الرؤيه مثلا في الست كتب؟ ازاي يعني نفهم القصه؟ لا، هم ست كتب، كل واحده يعني كتبت الجزء بتاعها منفصل، ولكن هم بحس ان هم متكاملين. يعني الكتاب بيكمل بعضه. هم يعني هقولهم بترتيب: دكتور دعاء كاتبه الجزء بتاع مامي مبتكره. ايوه معانا اول جزء، مامي مبتكره. الجزء او الكتاب الثاني كتابي، كتاب مامي سفيره، ده بيتكلم عن هو قسمين، عن التربيه، والقسم الثاني عن الاتيكيت. الكتاب الثالث مامي دكتوره، دكتور انجي، هي طبيبه وكاتبه جزء عن كل ما يخص صحه الطفل وتعليمات مامي كتيره. دكتوره في البيت يعني ازاي تقدري تتعامل يعني مش شرط انها أطفال. تكون طبيبه في الواقع، لكن هي ازاي تبقى فعلا طبيبه في البيت. الجزء الثالث مامي سعيده، بتتكلم ازاي ان الام تسعد اسرتها كلها وتسعد نفسها. بعد كده الجزء الخامس مامي منظمه، بتتكلم على فكرة التنظيم في كل حاجة في الحياة. الجزء السادس مامي شيف، ده شيف كاتباه، برضو بتتكلم على فكرة التغذية الصحية، وكاتبة بقى شوية وصفات وحاجات ازاي يعني تبهر الطفل بيها، يعني على اساس ان هو يبقى حاجة متكاملة. عشان كده هو مامي ستة في واحد، يعني شامل كل جوانب حياتنا.